التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حلو ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، مفيش ده بيكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة أنا شايفة إنك تروح لمراتك تطمنها، زمانها قلقان عليك هي وأهلها، وأنت كمان تلاقيك هتموت على قلقها شوية اللي سبتها فيهم دول. ولو إنك غلطان إنك أنت سبتها وجيت، حتى لما أحمد عرف سابها عشان مين يعني؟ ناس عايشين زي الأموات، عقلهم هيشد عليك ما يولعوا. وكمان اتجوزته مبروك مبروك ألف مبروك استعدوي. كنت عارف كنت جيت وباركت بنفسي، بس كان عندنا شوية ظروف، بس أنا خلص صغير اختفى فجأة. مبروك على الجواز، مبروك على المستوطات بتاع الأصول. استني ايه؟ روح وراه. تعالى معايا. لا باين أمرت رجولة بقى. أنا شايفة إنك تروح لمراتك
تطمنها، زمانها قلقان عليك هي واهلها، وانت كمان تلاقيك هتموت على قلقها شويه اللي سبتها فيهم دول. ولو انك غلطان انك انت سبتها وجيت، حتى لما احمد عرف سابها عشان مين يعني؟ ناس عايشين زي الاموات، عقلهم هيشد عليك ما يولعوا. انت قررت من شهور ونفذت قرارك، احنا بالنسبه لك ملناش قيمه. لا لا، ده مش حقيقي. لا حقيقي وتمام، يعني احنا كمان اتعودنا على حياتنا من غير وجودك فيها. اهو الكلام ده بقى بجد مش حقيقي، لان انت بالذات كنت هتموتي من قهرتك عليه. عشان ست غبي كنت فاهمه غلط خالص. في اي حاجه تخصه في الغسيل؟ ايه وانت يا فيفي ابي شوفي دولابك، لا يكون في حاجه من حاجاته جاتلك بالغلط. انت هتاخد كل اللي يخصك، مش هترجع البيت ده تاني. روح كمل خطتك زي ما رسمتها. اوعى خيالك يصور لك لثانيه اني ممكن اسامحك على اللي عملته فيا، او اغفر واقول حصل خير، او اقبل اللي انت عايزه لحسن ما ترجعش تاني، لانك بالنسبه لي ما رجعتش ومش هترجع. مش هتاخد حاجه من البيت ده، لان اللي هنا ما يلقش على اللي هناك. اتفضل اخرج بره حالا. اخرج بره حالا. الواحد يعمل اللي هو عايزه. ما تقومي يا ادم تدخل جوه، ما تقلقنيش عليك. انت كويس يا ادم؟ نفسي يا المناظر اللي حصلت النهاردة دي أنا ما بحبهاش. جو الخناقات والتفاهة دي لو عاوز تدوس فيه يبقى بعيد عني، أوكي؟ أنا بحبك يا رشا. بتحبيني خبطة لزق كده؟ آه خبطة لزق. بحبك أوي. معرفش إيش مغيرك. تقريبا ما كنتش عايش قبل ما اعرف. اوعي تبعدي عني يا رشا، ما تسيبنيش ماشي؟ في ايه؟
خلاص انتي كفايه اللي امك واخواتك عملوه في ايه. انا اسف. ده ولا حاجه بالنسبه اللي انت عملته فينا. انت سايب كل واحد فينا حاسس بالذنب ان هو اللي غلطان. كان غصب عني. انا اول ما ابتديت اقف على رجليا كنت ناوي ارجع فعلا. والله كنت هرجع. انا اسف. والله العظيم انا اسف. ما بنتكلمش. بص انت عارف انا كنت عامله ازاي من غيرك طول الفتره اللي فاتت. وعليكم السلام. حضرتك مش فاكراني؟ فاكراك. ايه؟ عايز تشتري ورد؟ ما افتكرش ان في حاجة هنا تناسب ذوقك. ده على اعتبار ان عندك ذوق. حضرتك عندك حق في اللي قلتيه انت والاستاذ احمد لآدم. انا حاولت اكلم الاستاذ احمد عشان اقعد اتكلم معاه راجل لراجل. بس للأسف ما ادانيش فرصة حتى انه يرد عليا. وأنا مفيش كلام بيني وبين حضرتك. أنا جاي لحضرتك عشان حاجتين. أول هام آدم. من ساعة ما جه من عند حضرتك وهو حالته تصعب على الكافر. تاني هام أنا معترف إن أنا غلطت. غلطت في إن أنا طوعته في اللي هو عمله. بس سيادتك لو كنت شفت سيادتي لو كان حصل العكس واختك هي اللي جت وقالت لي انا هبيع اخويا واهلي وجوزيني ابنك وخليهم يفتكروا ان انا ميته ما كنتش هطوعها يا اسطى لاننا ولاد ناس محترمين ومفيش ولاد ناس يعملوا اللي انتوا عملتوه ده يا هانم انا برضه مصممه مبقاش في اي كلام ولا صله بيني وبينك انت ايه مش خلاص جوزت اختك وجبت لك صبي جديد للورشه بتاعتك روح بقى عيش معاهم ويا ريت ما تشرفنيش بالزياره تاني احنا ناس غيركم خالص ومفيش حد عندكم يخصنا كتر خير سيادتك انا اسف قلت لك ان الست لما تتجوز وتروح تحب راجل تاني يبقى اسمها ايه؟ طب اسمها ايه دي؟ انا مش مصدقه انا اللي بسمعه مش متخيله مش عارفه ولا انا مصدقه ان انا بحكي لك بس انا تعبانه ومحتاجه فضفض لك وانت ما صدقت ان انا عرفت ان انا اهرب منهم هما الاثنين علشان بس اعرف افكر انا هعمل ايه عشان انا مش عارفه افكر خالص تحت الضغط ده شوفي انت عايزه ايه واعملي شوفي انت من جواكي عايزه ايه وروحي له ما انا لو انا متاكده 100% من اي قرار كنت اخدته يعني انت مش عايزه تسيبي بس لا ما اعرفش انا عارفه ان انا لو طلبت منه الطلاق هيجي وهيفضل يتكلم معايا وهيأنب لي ضميري وهرجع في كلامي عشان كده انا ما طلبتش ان انا عايزه الطلاق طب ونادين اللي مش عايز منك اي حاجه غير انك تسيبيه يحبك مش صعبان عليكي مين قال ان انا لو طلقت ورحت لنديم انه هيفضل يحبني كده مش ممكن يكون ده كمان قرار غلط زي الاثنين اللي قبله انجي انت بتحبي مين انا مين ممكن أكون بحب اهتمامهم بيا بس
عارفه انا بحب ده ولا ده. يبقى انا ده ولا ده. انا غالبا طلعت ما بحبش غير نفسي. كان شايف ده شكلك. ماشي يا دي. لا هحكي لك لما اشوفك. في حاجه ولا ايه؟ شكله عامل زي المجنون. حكى لي على كل حاجه انت ما حكيتليش عليها. قال لي انك سبتيه وانك ما بترديش على تليفوناته وانه مش موافق ومتاكد انك لازم تغيري رايك. مش موافق على ايه؟ هو شايف انك عمركم ما هتبطلوا تحبوا بعض. شكرا. تعبان وهيتجنن لدرجة انه حكى لي كل حاجة وعاوزني انا اجي اقنعك انك تنزلي تقابليه وتتكلمي معاه. مش غريبة دي؟ انا اسفة يا شادي. اسفة على ايه؟ الموقف اللي عمله معايا ولا انك ما حكيتليش على حاجة وخبيتي عليا لأول مرة؟ مع اني سالتك وقلتيلي خلاص الموضوع خلص. بس واضح انك ما خبيتيش عليا. بس يا ايه انت كدبت كمان. فين هيلدا؟ ايه هيلدا فين؟ سافرت شرم عندها شغل هناك. كنا نروح سينما دلوقتي. بتزهقني يعني يا شاف وبتعمل قهوة؟ ايه شغل العيال ده؟ فنجان صغير عزيزي مش هيحصل حاجة. لا هيحصل يا هشام لما يبقى ضغطك عالي بالشكل ده ومش راضي ينزل بقاله يومين. ما ينفعش تشرب قهوة. لو انت بطلتي تعامليني كاني عيل صغير وسبتيني اعمل اللي انا عايزه اكيد ضغطي مش هيعلى يا عزيزي. وانت ما ينفعش تفضل تتنرفز على كل صغيره وكبيره. خاف على نفسك شويه وما ترعبنيش عليك يا اخي. على فكره مفيش حاجه ترعب. شويه ضغط عالي وبتحصل مفيش حاجه. مالك يا هشام؟ في ايه؟ مالك مش طايق نفسك ليه؟ كركدي ساعة كده تهديك. أنا هنزل أتمشى. أتمشى. رديتي أخيراً؟ آه عرفت.
يعني انت تقولي لشادي على رجوع اخوكي وما تقوليلوش ايه؟ طبعا رديتي عليا دلوقتي لما هو قالك ان احنا اتكلمنا مش كده؟ انت عارفه انت لو ما كنتيش رديتي عليا دلوقتي انا كنت هعمل ايه؟ انا كنت هاجيلك بيتك يا ايه. تجيلي بيتي؟ انت عارف انت بتقول ايه؟ لا نتقابل بكره. لا هاجي يا هشام وحياتك. مش من حقك تعمل فيا كده، مش من حق اي حد في الدنيا يعمل فيا كده. انت كنت صاحبي، انت كنت في حياتي، انا كنت بحبك. اطلع بره، مش عاوز اشوف وشك تاني. اطلع بره مرتاحه في قرار ان انت تقطعي ادم ده، كنت هقول لك ماشي، بس انت تعبانه. قلت لك لو فتحت الموضوع ده تاني هنحقه وامشي. عارفه انا كنت متخيله ان انت ممكن تبقي اي حاجه غير انك تبقي اسيا كده. اسيا؟ واللي عمل اخوكي ده اسمه ايه؟ انا لغايه دلوقتي مش متخيله اللي هو عمله ده. عموما خلاص انا قررت اننا كلنا كبار، كل واحد حر في حياته يعمل اللي هو عايزه. انا خلاص ما بقيتش حمل اي حاجه تحصل منكم بعد كده. ده انت بتجمعي ليه وانا مالي؟ لاني متوقعه اي حاجه من اي حد فيكم. كويس، انا كنت خايفه تكونوا مشيتوا والطريق كان زحمه جدا. اتفضلي يا شاير. سوري، ثانيه واحده. الو انجين، احنا ما اتفقنا ابدا انه اشتاق لك هالقد. لازم تيجي. ايه الافوره دي؟ مش كفايه ان انت بتبعت لي مسج كل خمس دقايق؟ يعني مش حل ما كنتش برد عليه. ما رديتيش عليا، انا كنت جيت لك مصر دلوقتي. طب اتجننت رسمي بقى. يا انت بتيجي لعندي على بيروت، انا بروح لعندك على مصر. شو تيجي فين؟ انت مجنون؟ انا كده كده عندي مليون حاجه لازم اعملها في مصر. ايوه ماشي، عايز تيجي عشان شغلك اوكي، بس تيجي عشان انا؟ لا انا مش هسيب اهلي، انا بحل 100 مشكله دلوقتي. جاي خليني اوقف حدك، ساعدك، احل لك شويه من مشاكلك. ومين قال لك ان انت نفسك مش مشكله؟ طيب على الاقل وعديني انه تلاقي حل هالمشكله. وعديني. لا مش هوعدك، عشان انا جايه هنا علشان نحل لهم 100 مشكله وعشان انسى مشاكلي اصلا. ممكن تساعدني؟ تهديني يا هشام؟ لا ده مش تهديد. امال ده ايه؟ لما تقولي لو ما جيتيش ورجعنا لبعض هقول لجوزك وعليا وعلى اعدائي، ده يبقى اسمه ايه؟ احنا ما ينفعش نبقى رجعنا لبعض لان احنا ما سبناش بعض يا ايه. انت ما تقدريش تسيبيني. وافرض قدرت، هتكلم جوزي مكالمه افلام تقول له احذر مراتك بتخونك معايا؟ وافرض بقى هو طلع في دماغه يقول لزيزي، وزي ما استحملتش زي كل مره وقالت لك طلقني، هتستحمل؟ طب لو استحملت خلاص طلقها، وانا هطلب من نادر الطلاق ونتجوز. المره دي بجد هتحدى العالم علشانك. انت عارفه ان انا مش قادر اعمل كده. انا كنت بقول كده عشان استفزك وما تسيبنيش. احنا مش هنسيب بعض يا ايه، صح؟ مش هنسيب بعض. ايوه يا رشا، هو انت فين من امبارح؟
شغل؟ ما قلت لك الجدل امبارح اقعد تخبط على الباب ما حدش فتح، هو انت كنت جوه مش هتستحيلي ولا ايه؟ في ايه مالك؟ طيب انا جاي لك حل. انت كويسه طيب؟ طيب خلاص بصرف السكه تكون عندك، باي. اهلا. طب طالما انت هنا ما جيتش معانا النادي ليه؟ اهو نازل حالا اهو. انت بتهرب مني بقى؟ ايه الكلام ده؟ هتهرب منك ليه؟ عندي بس شويه مواعيد ملخبطه عايز اظبطها، وانت قاعده كام يوم؟ اظبطها ان شاء الله. شهيره محتاجه تتكلم معاك. ممكن ما تخوفنيش منك تاني؟ أنا اللي كنت خايف قد إيه أنت مني. أخيراً ربنا قومك بالسلامة وولدت اللحن الأخير؟ اصبري يا حبيبتي لما تسمعيه. تعرفي ان انا كان عندي حق في نوبة الجنان اللي كانت فيها. ماشي. بس اعمل حسابك انت اخرك معايا ثلاث الحان بالكتير. بعد كده هتجيب اجلي. ما تخافيش يا حبيبتي. ما تخافيش ان شاء الله مش هترجع تاني لنوبة الجنان دي. بس تفتكري اديها لمين عشان اركب عليها كلام؟ ولا اسيبها كده من غير كلام؟ مش عارف. طب يلا سمعها لي بسرعه بقى عشان مش قادره اسمع. اوكي. فكرة وده بايع بالفكرة ومعندوش
تمشي مهما بيكون صعب. ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك. لكن بقى في لحظة يا